السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في الصف السادس إعدادي الأحيائي والتطبيقي والأدبي، نرحب بكم ونتواصل معكم مع درسنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة جدا في الوزارة، وهو conditional sentences أو if clauses، معناتها الجمل الشرطية. في الحقيقة الجمل الشرطية من المواضيع المهمة قلنا عليها. في المنهج عندنا lesson 2 عبارة عن zero والfirst، ولسن 3 عبارة عن second conditional، ولسن 6 عبارة عن third conditional. فأنا ارتئيت وحبيت أن أكون في موضوع واحد، ولو يكون يعني احتمال هذا الفيديو راح يكون مطول أكثر، لكن أفضل للطالب راح يكون عنده بصورة واضحة لكل الحالات. على كل حال، فموضوعنا قلنا عليه conditional sentences أو if clauses معناها الجمل الشرطية. هناك أربع حالات رئيسية للجمل الشرطية، وهي zero conditional, first conditional, second conditional و third conditional. بالنسبة للzero conditional، هو talk about things are always true and facts، يعني الحديث عن الأشياء تكون دائما صحيحة وحقيقية خاصة العلمية منها. أما first conditional وهو talks about real or possible situation، يعني حالات متوقعة الحدوث. بينما second conditional هو أيضا talks about unreal، تمام، situation imagine، يعني غير متوقعة الحدوث. وأما third conditional وهو talks about past hypothetical situation، يعني things didn't happen، يعني أحداث لن تحدث أبدا، تمام، أشياء لم تحدث. هذا بالنسبة طبعا التفاصيل عن الأربعة أشياء عندنا. فبالنسبة للفيرست كونديشن قلنا عليه هو زيرو. طبعا زيرو خلوا بالكم بالامتحان الوزاري يعني احتمال واحد اللي بيجيبون، بس لازم نقرأ نفهمه حتى يفيدنا لباقي الحالات، مفهوم؟ بينما باقي الحالات لا، مين بيجي هذا سؤال الفيرست والسكند والثيرد. فعند الزيرو كونديشنال قلنا علما للحقائق، الفيرست محتملة الوقوع، السكند غير محتملة الوقوع، الثيرد كونديشنال مستحيلة الوقوع. فذني خلي بالكم رجعنا استفهمتوا حقائق خاصة العلمية مهدا، وباقي حتى محتمل الوقوع غير محتملة ومستحيلة. عندنا جملة الشرط وجواب الشرط، خلوا بالكم if clause main clause، جملة الشرط جواب الشرط. ممكن هذه نحولها، تمام، شو تصير بداية main clause هنا عندنا if clause، بتجي النهائية شوف الاف وين صارت، هنا عندنا الاف بدايتها هذه الجملة، بعدين كما ايضا بعدين جملة اخرى، او ممكن الاف وين يصير بالوسط، مفهوم؟ إذا هنا عندنا صار عندنا جملة الشرط جواب الشرط، أو بالعكس جواب الشرط جملة الشرط. أكل حال اللي فيه دجمة، نشوف هذا المربع هذا المستطيل، والتحت كلش مهمومة، طيب يا فضيلة عندنا عندنا إف الشرطي دبالية، هذا إف بالجملة الجنسية بداية. فبصيره عندنا مضارع بسيط بمضارع بسيط، شنو عندنا؟ مضارع بسيط ومضارع بسيط. بالفيرست إذا كانت البداية مضارع بسيط بالمقابل تخليلي will وراء فعل مجرد infinitive. بعدها أيضا عندنا بالسكند عندنا ماضي بسيط وراء شجينا جمل أخرى أيضا كما طبعا وزائدا فعل مجرد. والأخيرة عندنا الإف ماضي تام، الماضي التام هو عبارة عن هاد زائد أو هادنت زائد بي بي، عندنا وراء ود وهاف زائد بي بي. فرجاء حفظوا لي هذا، عيدها مرة ثانية، مضارع بمضارع، مضارع بول مجرد، ماضي بود مجرد، ماضي تام ود هاف بي بي. نفسه بالضبط ممكن نعكسها الحالة، شلون؟
اذا كان الاف بالنص طبعا تنسوا اذا كان الاف بدايه تخلي لي كوما نعم شوي كوما لازم اذا كان الاف بالنص طبعا ما داعي كوما بعد شو تخلي لي الاف سمول لتر تمام ايضا عندنا مضارع مضارع ما عندنا مشكله انه بحالتين مضارع مضارع بسيط بالنسبه لزيرو الول بالنسبه للفيرست الول في البدايه فعل مجرد بعدين ماضي مضارع بسيط بعدها ود ايضا فعل مجرد ماضي بسيط وود هاف بي بي ايضا ماضي تمام شنو عندنا مشكله بعدين طبعا هنا كتبت ول حتى اختصار وفهم الطالب يكون اسهل الحفظ لكن بالحقيقه عندنا ممكن المي والكان ايضا ود ممكن نستخدمها وبعد عندنا شنو مايت وكود وهكذا بنفس الباقيات ايضا نفس عندنا مايت وكود وهاف زاد البيبي اكل حال هسه الطلاب عندنا كثير من الطلبه كثير من الطلبه لحد الان ما يعرفون يستخدمون او عندهم بعض ما يخطئون باستخدام المضارع البسيط شنو المضارع البسيط؟ نتداول نقول مضارع بسيط هنا استخدم بيها شو تسوي؟ هاي عندنا شوفوا هنا مضارع بسيط هنا مضارع بسيط هنا مضارع بسيط شو راح نسوي؟ رجاء كذا اشياء خلي بالكم كذا اشياء فقط شوفوا علي تابعوا لي كيفية استخدام المضارع البسيط شلون نستخدم المضارع البسيط؟ واحد إضافة اس الشخص الثالث للفعل إذا كان الفاعل هي شيء طبعا هذا الموضوع مال ابتدائية صدقوني ابتدائية ومتوسطة وإعدادية دائما نكرر هالحالة هاي هو مضارع بسيط ماكو مشكلة على كل حال شنو إذا أول شيء تخلي أما اس الثالث أو ما تخلي تخلي اس الثالث ضيف إذا كان الفاعل هي شيء زين عدم إضافة اس ما تخلي اس تبقى شنو الفعل يبقى نفسه ينزل للشخص الثالث الفعل إذا كان الفاعل I they we you سهل هذا اثنين إذا يوجد في الجملة not لا عندنا not شو تكون الجملة أما doesn't أو don't طبعا نرفع إن doesn't إذا كان الفاعل من هو he she it وdon't إذا كان الفاعل I they we you هكذا إذا يوجد في الجملة فعل كان نبي إذا كان نبي موجود فشن نخلي له أما آما وإز وآر فقط هسه صار مفهوم؟ زين الماضي البسيط تحويل الفعل بين القوسين إلى ماضي بسيط أما أفعال اعتيادية أو شاذة طبعا في البلاي يصير بلايد بينما كم كين تمام بريك بروك سبيك سبوك هذا شاذ نعرفها كلنا نعرف أيضا ماخذين ابتدائية ومتوسطة زين ثانيا اذا يجد النوت في الجمله شو تخلي didn't مع الكل هنا بالمضارع اما doesn't و don't لكن مع من هي she it doesn't و don't مع الباقيات بينما didn't مع الكل اللي هي والشي والات والذي والوي والاي والاي تمام والوي ثلاثه اذا يجد في الجمله فعل كانون بي اذا فعل كانون عندنا بي فيكون اما was او where شو يكون اما was او where عندك مره ثانيه رجعت ابو علي زين المضارع البسيط ثلاث حالات اما اضيف اس او ما اضيف اس الشخص الثالث بس الطلاب من يقول له بامتحان يا ابو هذا الفعل غير لي اياه اللي يغيره ليش غيره؟ هو اختبار هو اختبار حد يكتب طالب فاهم وما فاهم فعندنا شنو؟ اضيف اس او ما اضيف اس؟ اضيف اس اذا كان هي شي ات والباقيات الذي والوي والاي واليو ما اضيف اس تمام اذا كانت بيها نوت لو دوزنت لو دونت تاخذ اس خليه دازن ما تاخذ اس خليه دونت ويل بي فيرب تو بي عندنا اما ام وز وار تعرفون انت الاي تاخذ ام والهي والشي تاخذ اس الباقيات ياخذن تمام بالنسبه للماضي نفس الحاله عندنا الفعل تخلي اما مجرد تمام الفعل ما يكون اما اعتيادي حوله او غير اعتيادي شوال عرفنا وبعد عندنا شنو عندنا نوت didn't مع الكل وايضا فيرب تو بي اما واز او وير شنو الملاحظات رجعنا ممكن استخدام شوفوا ممكن استخدام unless unless ما لم معناته بدلا عن if اكو عندنا جمل بيها مكتوب مثل بيها unless كانما if اعتبرها تعامل معاملة if يعني تقدم لي هذا كل اللي شفناه بالنسبه للماضي التام شوفوا الماضي التام بس ما يعرفون شو معناته الماضي التام الماضي التام هو عباره عن had او hadn't زائد pp تمام تخيل اما هاد يعني من يشوف ماضي تام درست تنزلي هاد بعدين الفعل تحول يا لمن الى البي بي تمام او بعدين اذا بيها نوت تخلي لي هاد
كل هذا ممكن أن نستخدم في الجملة جواب الشرط في الحالة الأولى في ما قلنا لكم ياسة، مو فقط الول لا ممكن will may can، على الثانية والثالثة أيضا ممكن would might could ممكن، بس إحنا خلينا لكم ياسة كاسة حالة كشرح فقط أثركم will would حتى يكون طالب شوي منتبه عشرح ويحفظها بعدين يضيف هذه الأشياء حتى ما يخطأ بالامتحان. هسوفهم لحد الآن فهمتم؟ عيدها مرة ثانية بصورة سريعة. عندنا أربع حالات: الزيرو الحقائق، فيرست محتملة الوقوع، سكند غير محتملة، وثيرد مستعد للوقوع. قلنا جملة الشرط جواب الشرط ممكن تتغير، هاي موقعها اف هنا مكرمة هنا اف بالنص ما تخليكم واحد. هذا عندنا مهم جدا. الاف الأولى مضارع 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 بسيط يعني مضارع بسيط بول مجرد ماضي ود مجرد ماضي تام ود هاف وبي بي نقلبها بالعكس نفس الشيء تعرفوها مثل ما قلبها عكسها صار بالنص استخدام مضارع بسيط عرفنا والماضي البسيط ايضا عرفنا والاس معناتها ما اف ما لم وذا بعد عرفناها هسه نجي على شيء مهم هسه كل هذا مجرد مقدمه لحد الان احنا هسه نريد نشرح الموضوع شو حسوي الان؟ ما عليك راح تكون جمل على من ازيرو فقط يعني انا عرفنا زيرو بعدين تكون جمل على الفيرست طب قاعده بعدين عندنا جمل ايضا على من السكند وإذا عندنا جمل على من على الثيرد طبعا كامتحان وزاري ماكو شيء ما يجيب لكم انه سوي لي اياها سكند او ثيرد ما يمكن ما راح اجاوبها بس شو يقول لك امتحان correct conditional او correct the verb تمام between brackets على كل حال احنا حتى نفتهم هذا التمارين لان شلون حلو يفيدنا دائما بالتمارين الاخيره اللي موجوده هناك هاي السبوره هو هذا المطلوب تكون بالامتحان المزاري تمام فيعطيك جهه معلومه وجهه مجهوله لازم تعرفها الجهه المجهوله شو معناته يا حاله وتحلها هسه على كل حال خلينا نحكم على التمرين ونشوف بعد نمبر 1 نشوف هاي عندنا زيرو شنو معناته زيرو انت خلي بالك لما قلنا زيرو شنو معناته مضارع بمضارع شنو زيرو مضارع بسيط ومضارع بسيط بالحالتين فما راح يهمنا شيء سواء كانت الاف بدايه او بالنص فعندنا اول واحده if you freeze water it turns to ice تمام شو الهدف؟ احنا قلنا مضارع هذا الاف ينزل باختصار انا داش يعني كامتحان تقولها كامله بس انا مختصر الوقت زين فريز تحول او ما تحول ضيف اس لما نضيف اس قسم بضيف اس قسم بنقول نضيف اس شو نعرف من الفاعل اذا كان هي شي ات خلي اس الثالث اذا كان يو وي والاي والذي يبقى نفسه اذا شو يسوي هذا يبقى نفسه اذا نقول شنو هو فريز نفسه خلاص بعد ووتر ينزل كوما تنزل ات تنزل ات تيرن تو اش يصير ات تيرنز عندنا ات خلاص سوينا نسب هذه الجمله فقط ضفنا الاسم ثالث ثاني لطيف صحيح مضارع مضارع لقينا حقائق واكثر حقائق تكون علميه تمام يعني تخلي المي بالثلاجه يجمد تخلي المي بالنار او بالتسخين يسخن كذا غيره بعد بلانتس ثاني داي اف يو وونت اف يو نوت واتر ذم بلانتس نفس الحاله عندنا بلانتس شنو جمع نفس الحاله يبقى اذا داي اذا بلانت تنزل نا داي اف يو نوت واتر عندنا نوت ايش قلنا احنا اذا عندنا نوت بالجمله شنو نخليه اما دزنت او دونت عندنا اليو شو يصير دونت شو يصير هسه عندك هنا don't water بعدين غير بس بعدها ايضا عندنا شوف الجمله هذه if you عندنا be kind to others they be kind to you اذا انت كنت جيد مع الاخرين لكن يكونون معك الاخرين جيدين if you بعدها تنزل ان البي شو يصير اما ام او از او ار عندنا يو شو يصير تاخذ ار اذا شو يصير نعم ار تمام ايضا عندنا ار ما سوي شيء استفدتوا؟ اذا زيرو ايش عندنا زيرو؟ مضارع بسيط بمضارع بسيط
ثلاث اشياء اخذناها فقط، لو اضيف اس لو ما اضيف اس، اذا جاني نوت لو دزنت لو دونت، واذا جاني البي اما ام او از او ار حسب الفاعل. مفهوم هسه بالنسبه لزيرو؟ خلص نجي على اليمن على الفيرست محتمله الوقوع، وانا اعطيكم مثال دائما يقول اذا هاي اذا شوف هاي اذا تدرس سوف تنجح، ممكن نقلبها سوف تنجح اذا تدرس، تمام؟ فاحتمال الوقوع فنلاحظ بالفيرست قلنا عليه اهم شيء ذكره الفيرست قلنا عليه هاي الاف شو نقول مضارع بسيط بول وراء الفلتف، طبعا كل ما حنسوي هذا القوس فقط الشيله كل ما حنسوي بعدين اف هي مضارع بسيط قلنا عليه اس شو يصير اسكس لو ضفنا اسم ثالث شو يصير اف هي اسكس مي اي شو يصير اي شو يصير اي وول انسر شو نجيب عليه فقط تخلي وول لشوفو وانسر يعني كلش ما راح يصير كلش ما سوينا فقط جبنا الوول الانسر ذني اقواس بس تخلي يعني كلش ما كان اقواس تمسح لي اياها تخليها تجيبها هسه مفهوم؟ زين هاي كل مهمه الاخرى بعدين في الجمله الثانيه شوفوها بعد رجع انت عليه زين مهم هاي I wear my sunglasses if it be sunny tomorrow. وين صار الاف هسه؟ وين صار الاف؟ بالنص تفهم شلون؟ قلنا احنا بعتب عليه زين هنا المضارع هنا الول نقلبها شو يصير هسه؟ الول بمضارع اذا صار الول وين يصير؟ بدايه الجمله استفهمتوا؟ دائما ركزوا انتم دائما الاف احفظوا الاف وين صارت الاف؟ تشتغل على الاف اذا صار عندنا هسه I will تصير بعد شوفوا I will wear تمام my sunglasses if it قلنا البي اما ام او از او ار رجاء انتبهوا علي زين قلنا از بعدين sun tomorrow الاخيره راح اعطيك جواب منظومه بها شوف if the rain not stop the trip be post بوند يعني اذا المطر ما توقف الرحله راح تتاجل ما عليه زين الاف شو نجيب قلنا شبيها بيها نوت شو مالته لو دزنت لو دونت فدي شوفوا عندنا اف ذا رين عندنا نوت ستوب عندنا ذا رين تمام شو يصير دزنت ستوب معناته ات كم ورا تمام ذا ترب برجع انتبهوا عليه زين الله يخليك انتبهوا عليه زين احنا قلنا هنا البي تحول اما ام او از او ار خلي بالك شو تحول البي ام او از او ار او ار شو وقت هذه اذا كانت مع من مع الاف وياك شوف هاي هنا هاي جمله الاف شوفوا الاف هنا اذا كان هنا عندك بي ام از وار إذا كان بالمقابل هذا البي تكون شو راح يكون؟ فقط خليه وضو، افتهم تبقى البي نفسها، مفهوم؟ حتى بالنسبة للسكند بالثياب. فهنا هذا شو راح يكون؟ راح يكون عندنا وول بي، إذا شوفوا هسه هاي وول بي بوستبون وكمل باقي، صار معلوم؟ هنا البي حولناه إذا شوفوا هذا ورا الاف، قلنا ام وز وار، بينما هنا لا الجهة المقابلة قلنا شنو عندنا جمع الشرط جواب الشرط فالبي يكون فقط ضفلة وول زين هسا بالنسبة لمن زيرو والفيرست نجي على من السكند فهسا عندنا موضوع السكند كونديشنال خلي بالك بالسكند كونديشنال في الشرطية عندنا ماضي بسيط والبعدها شنو هو ود ايش بعد تجيب ود مفهوم؟ نجي هسه هذه اف اي تمام؟ اي ستدي هارد طبعا خلي بالك نقطة مهمة احنا نعرف انه الاي البي شو يصير؟ اما ام او از او ار هذه بالمضارع بالماضي شو يصير بالماضي؟
اما واز اور شو يصير؟ لو واز لوور. احنا كلنا نعرف انه الهي والشي والات والاي تاخذ واز والذي وي واليو تاخذ وير، لكن بالكونديشنال حاله استثنائيه ممكن نخلي الاي تاخذ وير. خلي بالك تاخذ وير. تمام؟ شو حيصير هسه؟ اف اي وير يو. شوفوا اف اي وير يو اذا انا بمكانك اي قلنا عليه شو يصير هسه عندنا؟ ود تبقى نفسها ستدي تنزل نفسها ستدي هارد بس مفهوم؟ الثاني I go to Britain to study if I have enough money. أيضا شو نقول عندنا؟ ماضي بسيط أبود. What if؟ وصلت الإف بالوسط. فشو معناته؟ من ناحية حيكون ماضي بسيط، ناحية حيكون الود. شو حيصير هسه؟ I would go to Britain to study. If I الماضي مال have بين had enough money or not. بعد الجملة الأخرى if you made this mistakes again he be angry with you. إذا سويته مرة ثانية راح يكون غاضب عليك. زين نفس الحالة if عندنا ماضي بسيط would ما عندي فيها مشكلة. إذا if you made يصير صير made this mistake again كما تمام البي ايش قلنا عليه بالمقابل دائما خلي بالك رجاء اذا البي مع الاف تحول اياها اما ام وز وار بالماضي بالمضارع والماضي اما واز اوير اما واز اوير لكن اذا بالمقابل تبقى نفسها فقط تضيف شنو هي would be angry with you كمل باقي صار معلوم هذا بالنسبه من second conditional. الثيرد كونديشنال عندنا لازم نعرف القاعده. القاعده تقول ماضي تام، الماضي تام هو عباره عن هاد او هادن زاد البي بي، يعني راسا تخلي لي هاد او هادنت اذا كان عندنا نوت. بالمقابل تخلي لي ود وهاف بي بي. بس عندنا هاي البدايه هاي اف اف اي نعطيك نوت. شو نسوي؟ ماضي تام، ماضي تام عبارة عن شنو؟ ها زائد البي بي، إذا عندنا ننزل هاد نزلنا هاد بيها نوت؟ ما عندنا بيها مشكلة نكتب نوت صار هاد انت عندنا هاف البي مالتي شنو عبارة عن البي مالتي؟ هاف هاد هاد إذا نسير هاد صح عندنا هاد هاد إذا أوبريشن أي شو يصير هسه عندنا؟ ود هاف زائد البي بي شو يصير؟ داي شو يصير؟ داي شو معناته؟ لو انا ما مسوي العملية كان اسوي ميت شفتوا شلون؟ إذا if I hadn't had the operation I would have died شفتوا؟ ماضي تام عبارة عن هاد أو هاد زائد البي بي بعدها would قاعدة تنزل إياها would have بي بي اللي بعدها I buy it if I have enough money. عندنا ما الاف صارت بالنص، شوف الاف هاي بالنص. شو قلنا؟ اف شو صار عندنا؟ ماضي تام، اذا هاي ماضي تام، هنا عندنا الود وحبيبي. سهل. شو حيصير؟ I شوفون would have نزلناها، باي شو يصير؟ بوت، بعدين it if I شو صار عندك؟ ماضي تام شنو ماضي تام قلنا عليه؟ هاد زاد البي بي نزل هاد نزلنا هاد هاي نرجع عليه نرجع القوس هاف اذا عندنا هاد شو يصير؟ if I had had enough كم الباقي؟ enough money مفهوم عليها هسه صار معلوم؟ سهل بس القاعده حفظ اياها طبقها خلص ما عندك اي مشكله بيها الاخيره If my car not break down, I be in time. يعني لو ما عطلت السيارة كان مصلي بالوقت المناسب. على كل حال. أيضا عندنا if. وين if بداية الجملة؟ if my car. شو نقول عليه؟ ماضي تام بداية. شو نخلي؟ نخلي هاد هاي هاد. نزلناها. تمام؟
نوت معدل ايضا نوت شو يصير؟ نزل نوت هدنت فبر شو يصير؟ بروكن بريك بروك بروكن داون اي مالتهم بالمقابل شنو ود وهاف وبي بي شو يصير؟ اي ود هاف البي شو يصير؟ بين تمام بين اذا بين ان تايم لو ما سألت شخص أنا في الوقت المناسب مفهوم؟ لحد الآن هذا كل الشرح هسه حاليا شرحتكم إياه هاي بس وضحت الزيرو والفيرست والسكند والثيرد فهسه حاليا شرحتكم إياه كله ذاك بس مجرد إنه ما تخلي الموضوع هذا الموضوع المهم جدا في الوزارة بعد فعش الوزارة سألت السؤال نشوف عليه correct the form of the verb يعني شو ما تنطيني الشكل الصحيح للفعل اللي موجود بين قوسين او يقول لك فقط correct او يقول correct conditional تمام الحاله صحيحه فهسه شوف هنا عندنا مختلف الحالات شلون طالب راح يعرف في الامتحان يحلها نمبر 1 نشوف عليه if he had studied well last year he not fail اجاك امتحان سؤال شلون تحل اياه طبعا الجملة ايش عندنا هنا؟ اف عندنا هاد استدد شو معناته؟ ماضي تام احنا قلنا الاف ماضي تام ود وهاف وبي بي حافظية اذا يا قاعدة هاي الثيرد يا قاعدة الثيرد شو اعرف ثاني الثيرد؟ عندنا هاد وبي بي تذكرون خدة؟ هاد وبي بي الثيرد معناته بالمقابل ود هاف بي بي شوف بس انا حافظة ود هاف بي بي شو حسوي؟ فقط اقول would have been اهي شو نقول اذا هسه هنا شو حصير؟ he طبعا يساوي كلها يساوي في زمان العربيه شوف he would have been عندنا نوت ننزلها بس تنزل ما عندنا فيها شيء بس ننزلها نوت have فيل شو يصير فيل؟ failed على درجتين شو قال لي؟ wouldn't have failed بس فقط بعدها if my plane not leave on time I will miss my connection this afternoon اذا الطياره ما راح الوقت المناسب راح الارتباط مالتي راح افقده في الضيقه تبع الاذن ايضا شوف يا حاله هذه ايش منطقنا هذا؟ نعم منطقنا if not leave نجي عليه من على بعدين ايش منطق؟ وعليه منطق وال منطق وال ايش قلنا احنا؟ مضارع الفيرست مضارع بسيط بالمقابل وال تمام؟ شو عندنا؟ عندنا مضارع بسيط المضارع البسيط ايش قلنا بي؟ اما اضيف اس او ما اضيف اس اذا بيها نوت لو دزنت لو دونت واذا بيها بي اما ام وعزو ار لنحافظها الان ما عندنا مشكله بو عليها ايش عندنا؟ عندنا نوت leave اذا بيها not شو تجيب؟ لو doesn't لو don't اذا شو حصير هسه؟ if my plane شو يصير؟ doesn't leave وتكمل باقي كله اذا صار عندنا doesn't بس فقط هاي درجتين هسه مفهوم؟ اللي بعده I would have studied medicine if my parents have enough money خلينا نشوف باي عندنا ود وعندنا هاف وعندنا بي بي عندنا ود وهاف بي بي قلنا ثيرد ثيرد ام الاف ماضي تام بالمقابل ود هاف بي بي اذا جت الاف بالنص نشوفها اف بالنص ايش عندنا يصير ماضي تام ود هاف بي بي عندنا ود هاف بي بي اذا عندنا ماضي تام اطمئنين انه هذا وين والثيرد كونديشنال وهو عباره عن هاد زائد بي بي شو نسوي؟ نخلي الهاد نزله بعدين تصير ثالث نخليه بين قوسين شو حاسس عندنا ماي بيرنت شو هاد الهاد شو يصير؟ الن هاد شو يصير؟ هاد هاد enough money فقط اخر شيء عندنا
What would you buy first if you win a million pounds? هنا عندنا سؤال بشوفه صيغة السؤال عندنا صيغة السؤال بعدين في مشكلة صيغة السؤال زين نشوف أيضا يا كونديشنال يا حالة الأولى الثانية الثالثة زيرو بقى نقراها زين عندنا الإف بعدها يطلب منك القبل اللي قلنا مقابل اذا قلنا الف نانا لازم نانا لو ود تمام لو ود هاف بي بي تمام زين او عندنا ود ايش عندنا هنا عندنا ود زين عندنا ود بي هاف وبي بي لا اذا صار عندنا سكند كونديشن فبالسكند عندنا هذا الاف ماضي بسيط بالمقابل ود هنا عندنا ود مطنيان اذا شنو نخلي هذا فقط ماضي بسيط تشوفوا شلون ناكلها تنزل ما عندي فيها مشكلة هنا شو يصير وين شو يصير؟ وان هذا بس استفهام هاي طبعا نفسه بالضبط جاي الامتحان اقول قبل سنتين هذا بس فقط مجرد نكتب لي وان يعني ها شرح كل تعال على مدى الكلمة وين يصير وان بالماضي خلاص هذا بالنسبة للموضوع تعلق موضوع هذا الكونديشنال فالموضوع هذا الاخر احتمال سؤال تشوز اختار احتمال كل شيء سؤال جايبين مرة مرتين بالامتحان الوزاري سهل جدا سهل هذه كم مساعد لكم إياه If I had done it was raining when I left I would have no would had brought an umbrella إذا لو أفنو كان تمطر كان تبدي مظلة زين بشوف هنا عندي حالة شختار أما would have لو would had لو would have لو would had نرجع لمن على الاف تشوفوا هاي الاف ايش عندنا هاد و بي بي قلنا هاد و بي بي شو معناته ماضي تام تمام بالثيرد ماضي تام بالمقابل ود و هاف و بي بي تشوفون ود و هاف وهذا البي بي برينج بروت بروت هذا ايش يصير عندنا ود هاف صحيح خلاص هذا ايش تي البعض if I open student's account إذا فتحت حساب مال طلبة تمام؟ I would have to لو would have to maintain a minimum balance أحافظ على الباقي الرصيد. تشوف عليه نفس الحالة. شختار would have لو would have. نرجع هذا الإف. عندنا عندنا open تمام؟ عندنا open شو معناته مضارع بسيط. المضارع بسيط نجيب له مقابل نجيب له will. إذن صار عندنا. will have to تمام will have to maintain هذا ايضا الموضوع جدا سهل بسيط اذا جابكم امتحان الوزاره عندنا صيغه اخرى كسؤال طبعا هذا الصيغه عندنا هنا ما جتي هو صح موجود بكتاب عندنا هذا مطلوب وزاري لكن لحد الان ما جابوه نهائيا وين جابوا هذا خارج القطر جابوا هذه الصيغه فشوف عندنا if the car خاف يجيك امتحان على الاقل لازم يكون عندك فد علم بي If the car hadn't broken down تمام؟ إيش عندنا؟ hadn't broken down إذا إيش عندنا؟ ماضي تام إذا هاي third شو تجيب لي أنت؟ جيب لي جملة بيها would have been شو تجيب لي؟ جيب لي أي كلمة صحيحة أي فكرة صحيحة أي شغلة صحيحة المهم تجيب لي would have been أنا هذا أطلب منك فتشوفون عندنا hadn't broken شو حصير في هذا المعنى؟ شو صير؟ We would قلنا would have في فرض arrive شو يصير arrived in time أهم شيء استخدم الشيء هو would have be would جبناها would have arrived in time شو معناته لو ما طلع سيارة كان وصلنا في الوقت المناسب تشوف هاي الجملة؟ هاي الجملة شوف If my car not break down I'll be in time قلنا نبين ما عندنا مشكلة قلنا arrive نفس المعنى أي شيء تكتب لي هو صحيح بس على شرط قل لي would have و be be أهم شيء البعض If my father won a million pounds إذا أبوي ربح مليون باوند شو نسوي؟ خلينا نقول نشتري بيت زين اول شيء ماي فادر وون يا حاله
if my father won. إيش قلنا عليه؟ ماضي بسيط. بالمقابل شو يصير؟ would. المهم تجيلي بيها جملة بيها would. شو نقول؟ إذن we would وراء infinitive شو يصير؟ we would buy a new house. هذه قلنا إذا جاب امتحان احتمال بسيط الجملة، لكن المهم هو هذا جدا جدا مهم، وأيضا هذا احتمال أيضا يجي. شفت يا أنتم؟ كل ما هنالك الشرطية عندنا أربع حالات، زيرو قلنا عليها يعني بس مجرد مطلع يعني مدخل للموضوع مو مهم بالامتحان الوزاري. عندنا الفيرست والسكند والثيرد. قلنا الفيرست خلوا بالكم هاي اف مضارع بول، السكند ماضي بود، الثيرد ماضي تام هو عبارة عن هاد أو هادنت وبي بي بالمقابل ود هاف بي بي، أو نقول بالعكس يصير العكس الأقل. كل هذا الموضوع موضوع أعتبره جدا جدا سهل بعد ما يفهم الطالب إن شاء الله. فعندنا بعد أيضا عندنا أسئلة وزارية والكتاب اللي لكم إياها، ولو حيكون مطول هذا الفيديو لكن به فائدة حتى يكون الفكرة متماسكة، الفكرة تكون واحدة للطالب إن شاء الله. أسئلة وزارية عندنا 2014 جون. نمبر 1، If I have lots of money I would buy a race horse. Put the verb into the correct form. معناته إذا كان لدي كثير من المال كنت سأشتري حصان سباق. شلون حله؟ طبعا عندنا شوفوا هنا محلولة هنا عندنا ما عندنا بس عندنا بين قوسين هذه. عندنا هنا would. would معناتها بالماضي. شو نسوي؟ second. ماضي بود. ماضي بود. فجبناها بدل هاب صير هاد فقط. أسئلة أخرى. ها رقم 4 نشوفها. If anyone need advice about their application forms, I will be here tomorrow to help. Correct the verb. شوف شلون سؤال يجيكم. Correct the verb. إذا كان أي شخص يحتاج لنصيحة حول مارس طلبات غدا سيكون هنا للمساعدة. ما عندنا بها أيضا نشوف هنا بها هاي شوفوا عندنا نعم بين قوسين مطيق نعدنا وول. طالما عندنا وول إذا شنو first شنو نخلي مضارع أما أضيف إس أو ما أضيف إس. عندنا if anyone then needs شو يصير needs بس خلي إس. بعد عندنا رقم 12 أغسطس 2016 هذه. He be more attractive if he shaved his beard off. أيضا correct. شوف شلون سؤالكم correct فقط ممكن زين. شو معناته؟ كان أكثر جاذبية إذا حلق لحيته. نشوفنا عندنا if he shaved بمن بالماضي تمام. يعني شنو معناته السكند كونديشنال عندنا ماضي بمن would فقط تجيب لي هنا تخلي would be. نعم شو حصير؟ حصير would be. خلاص كمل باقي اللي بعدها. يس هنا if I رقم 3 طبعا جولاي 2017. If I not have the operation, I would have died correct. أخذنا طبعاً بمثال هذا. مع ذلك لكم إياه. أدنى شوفوا if I أدنى قوسية منطق هنا. أدنى would و have و pp. إذن هاي منو الثيرد. شو نجيب الثيرد؟ قلنا ماضي تام. ماضي تام عبارة عن had و pp. كل شيء ما عندنا. شو نسوي؟ نزل had. نزلنا had. تمام؟ النوت تنزل. الهاش يصير had. صارت هادنت هاد بس. أسئلة أغسطس 2019 أدركم سؤال أشوفه. If I play tennis I join the tennis club. Correct the form of the verb between brackets. هذا أسئلة يجيبون مو بيه correct form يعني. على كل حال هنا عندنا if بمن هذه بالماضي تمام. إذا شو عندنا ماضي would خلاص شو نجيب بس نجيبنا أنا would هاي would join كمل باقي ترى شوية أنا ما أقدر أكتبها يعني أدرون عليها. البعدة what would you buy first if you win £1,000,000 تمام. ما الذي تشتري أولا إذا ربحت مليون باوند.
هذا ايضا سؤال جدا سهل حلناكم اياه اصبر قبل شويه. قلنا عندنا ما تعد نود اذا حاله سكند تمام ماضي اب بود مطيلك ود ناصر اف بالنص ذا فقط وين شو يصير؟ يصير وان خلاص. اللي بعدها 2018 جولاي نمبر 1 اف نور نوت جيت الون هي ودنت هاف بين ايبل تو باي ا كار correct the form of the verb. إذا نور لم تحصل على قرض لم يكن تتمكن من شراء سيارة. تمام؟ زين. إيش عندنا هنا؟ عندنا نشوف would have been أو wouldn't wouldn't have been. هاي الثيرد. شو يصير ماضي تام؟ ماضي تام عبارة عن ها زائد البي بي. شو نسوي هنا؟ إف نور شو يصير؟ هاد. نزلنا هاد. النوت تنزل. إيش يصير؟ got تمام خلاص. عندنا اخر واحده 2019 اكتوبر رقم 12 she would look much nicer if she wore contact lenses instead of glasses. كانت ستبدو اجمل كثير اذا كانت كنت ترتدي العدسات لاصقه بدلا من النظارات. زين عندنا هنا أنا. she would عندنا ما طول عندنا would بالمقابل عندنا ايش قلنا عليه ماضي would هنا صار عندنا الف بالنص فهنا الماضي would وش يصير؟ وور فقصير وش يصير؟ وور هاكم معنا بالنسبة للأسئلة صفحة 51 كتاب الطالب Unit 3 Lesson 2 أي ماذا sentence halves and complete the sentences add a comma where setting طبعا كان عندنا F ببداية الF بداية نخلي comma ولا F بالنص طبعا ما يحتاج الكومما This number 1 I can't get to sleep if I drink a lot of coffee. لا أستطيع النوم إذا شربت الكثير من القهوة. طبعاً الفيروس هنا. اثنين السي. If I lend my brother CDs, خلي كمان لأن F بداية. F بداية. He always loses them. إذا قمت بإعادة القراص المدمجة لأخي فإنه يخسرها دائماً. Three. عندنا F. If you work in marketing, خلي كمان. Your job is to encourage people to buy. إذا كنت تعمل في مجال تسويق فإن وظيفتك هي تشجيع الناس على الشراء. 4 عندنا الدي توصلها. If you are good at languages, you can be an interpreter. إذا كنت جيدا في اللغات يمكنك أن تكون مترجما فوريا. 5 My parents get worried if I come home late. الأي. يشعر والدي بالقلق إذا عدت إلى المنزل متأخرا. Number 6 you need to improve your English if you want to study in Britain. تحتاج الى تحسين لغتك الانجليزيه اذا كنت ترغب بالدراسه. طبعا وصلناها. والاخيره 7e food goes bad unless ما قلنا unless شوفوا بدل عن الاف. Food goes bad unless you keep it in the fridge. يفسد الطعام ما لم تحتفظ به في الثلاجه. طبعا هذا قلنا zero condition يعتبر دي الحقائق. البي write sentences using the correct form of the verbs in the brackets. ها كلها خاصين بالول معناته عندنا ال first conditional عباره عن ما مضارع بول. If شوفوا بس احكم اياها طبعا هذه. If I not pass the high school exam this year I take it again next year. اذا لم اجتاز امتحان دراسه العليا في السنة في هذه السنة سوف أخذها مرة أخرى العام المقبل. شو صار عندنا؟ نوت شوفوا عندنا ما مضارع بول هاي عندنا وول موجودة لأن فقط نحتاج المضارع. عندنا نوت أما don't أو doesn't عندنا I شو صار don't باز لك أكملها بعدين أنا I will تشوفوا I will take خلاص. Number two if she not apply for scholarship of course she not get one. إذا لم تتقدم طلب الحصول على منحة دراسية بالطبع لن تحصل على واحدة. قلنا if مضارع بول نوت عندنا لأن شو صار doesn't apply جبنا بس فقط البول عندنا نوت صارت will not or won't get. 3 if anyone need advice about their application forms I be here tomorrow to help. وشوي خلناها بالأسئلة الوزارية تمام؟ قلنا إذا كان لدي أي شخص يحتاج لهم نصيحة حول ما طلبها سيكون هنا غدا للمساعدة. فقط جبنا اس ما قلنا بس وول بيصير دائما قلنا الاف اللي بيها وول
إذا كان بيعرف إذا بيها بي حولها عام وزار. إذا بالمقابل فقط تفتح القوس كش ما تسوي will be. Yes. Number four. If you log on to the British Council site, you find quite a lot of useful information about courses in Britain. تمام؟ إذا قام بتسجيل دخول إلى موقع المجلس الثقافي البريطاني سيجد كثير من المعلومات المفيدة حول الدورات في بريطانيا. فعندنا لوكس يصير لوكس اون وعندنا هاي بس فقعدنا وول فايند. 5 if you want to do a degree in Britain you have to do a one year foundation course first. تمام نمبر 5 اذا كنت تريد الحصول على درجه علميه في بريطانيا سيكون عليك القيام بدوره اساسيه لمده عام واحد. اولا عندنا يو فقط وونت اذا شوفوها ما عندنا اس لانه عندنا يو فما تاخذ اس شخص ثالث اذا الوونت تبقى نفسها تنزل نا عندنا فقط بس نخلي نضيف لها will have to. Number 6 unless he make a big effort this term he not get through the end of year exam. ما لم يبذل جهودا كبيرة في هذا الفصل لم ينجح في اجتياز امتحانات نهاية العام. شوف عندنا unless حالة ما لم معناته كأنما if موجودة إذا makes where will not get. والأخيرة if you are offered a place at Carnegie University you accept it. نعد السؤال شوفنا نعد بس انتبهوا على هاي رجال لا توهم طالب انه هذا ايدي عباله ماضي لا هذا اعتبرناه مبني للمجهول فعندنا ار معناته مضارع هذا المضارع بول. شوفوا عندنا طالما عندنا استفهام نخلي الول شوفوا ول قبل الاذن عندنا سؤال ول يو accept فقط الشيء الاقواس هذا بالنسبة لمن لل unit 3 lesson 2 كملنا تمام. صفحة 54 نشوفها lesson 3 عندنا write sentence in the second conditional using the verbs in the brackets. إذا عندنا شنا حد الدنيا second conditional سهل هذا التمرين فقط ماضي بسيط would ماضي would إذا كان في بداية أو بالعكس would بماضي إذا كانت الإف بالنص على كل حال. If I have still had lots of money, I would buy a race horse. إذا كان لدي كثير المال كنت سأشتري حصان سباق. Two. I did not have spent so long on my home. شوف أدنى أنا صار did not have. هاي if صارت had would نزل بس would I did not تنزل would have to answer. شو صير I wouldn't have to spend so long on my homework if I had a computer of my own. لن أقضي وقتا طويلا في واجب منزلي إذا كان لدي جهاز كمبيوتر بمفردي. Number 3 عندنا شوفنا عندنا where بداية إذن عام استفهام سؤال هذا عندنا عن if ماضي would كان يصير could شو صنع ضف له بس فقط would you choose بس شيل الأقواس كل شيء ما سوي صارت where would you choose to live if you could live anywhere in the world. أنا تختار أن تعيش إذا كان بإمكانك العيش في أي مكان في العالم. Number 4 عندنا أيضا هنا if ماضي would شوفوا عندنا سيصار said وهنا عندنا would learn. I would learn to parachute if my friend said she would do it with me. إذن سوف أتعلم المظلة إذا قال أو قال صديقي إنها ستفعل ذلك معي. بعد نمبر 5 if I طبعا عندنا شو عندنا if ماضي would عندنا الماضي قلنا جينا إحنا اللي بيش يصير verb to be أما طبعا صير أما واسع وعندنا آية أخذ where قلنا عليه if I were you I wouldn't ask his advice about anything. Number 5 لو كنت مكانك لما أسأله عن شيء عن أي شيء. Number 6 she عندنا بقى عندنا if ماضي would she would look much nicer if she wore contact lenses instead of glasses. إذا كانت مستتبة يا جماعة بكثير لكم تستخدم عدسات لاصقة بدلا من النظارات. Number 7 عندنا if ماضي would he would be more attractive if he shaved his beard of سيكون ثوب جالبي إذا حلقة الحياة. The last one number 8 عدنان الإف إذن بمن سغريها شوفنا عندنا بي أما واز أو عندنا هي ممكن تأخذ واز شو نقول أيضا wouldn't you would
تصير I wouldn't marry him even he was the last man on earth. لما تزوج منه حتى لو كان آخر رجل على وجه الأرض. Yes. Lesson 3 أيضا عندنا 755. هذا أيضا قلنا عليه جاء خارج قطر، يعني بالنسبة هاي التمارين اللي بيها فراغات كمل إياها. Work in pairs, complete the sentences already. شفوي with your own أفكارك الخاصة طبعا. Number 1. If I had my own car, I would take my friends on a picnics every weekend. إذا كانت لدي سيارتي خاصة كنت سأصطحب أصدقائي في نزهات في نهاية كل أسبوع. Number 2. If my father won £1,000,000, إذا أبي يربح أخذنا أيضاً, we would buy a new house. سوف نشتري بيت جديد. تمام؟ شخدنا شفنا won. هاي عندنا هاي if ماضي would. ماضي would. If I had one wish, I would pray it comes. إذا كان عندي فد أمنية إن شاء الله أتمنى أنه أدعي أنه يتحقق. إذا شوفوا عندنا if I had ماضي would. ماضي أهم شيء تبي لي ماضي هنا would جيب لي أو أي شيء تكتبه هو صحيح. For if I had three wishes, إذا عندي ثلاث أمنيات, I would work harder. سوف أعمل جد أكثر. إذا عندنا أيضا ماضي would. هذا كل ما هنالك. صفحة 62 كتاب الطالب lesson 6 A. Match the beginnings and the endings of Mustafa's sentences. تمام عندنا هاي الحالة الثالثة اللي هي مستحيلة الوقوع. Number 1 عندنا إيه. I would have trained as a pilot if I had passed the eye test. كنت سأحصل على تدريب كطيار إذا كنت قد اجتازيت اختبار العين. طبعاً بعد راحت عليه. 2. B. I would have been a doctor if I hadn't been scared of blood. كنت سأصبح طبيباً لو لم أكن خائفاً من الدم. 3. I might have become an engineer if I hadn't been تمام عندنا الأي scared of heights. كان من الممكن أن أصبح مهندساً لو لم أكن خائفاً من المرتفعات. 4. I would have stayed in the police force if I hadn't been so unfit. كنت سأبقى في قوة الشرطة لو لم أكن غير لائق. Number 5. See, I could have been a good tour guide if I had spoken see more languages. تمام؟ كان بإمكاني أكون مرشداً سياحياً جيداً إذا كان لدي لغات أكثر للتحدث. تلاحظون هنا أنا رجعت طبعاً زين. هنا ثير قلنا ماضي تام ود وهاف وبيبي. شوف ود وهاف وبيبي ماضي تام. ود وهاف وبيبي ماضي تام. هنا قلنا مايت هاف وبيبي. شوفوا قلنا ممكن ود ممكن مايت ممكن أيضاً كود. تشوفوا ود ومايت وكود ممكن لا يستغرب عندي هذه. تمام يس. التمرين بعد صفحة 62 make sentences in the third conditional by putting the verbs in the correct form. بشكل صحيح نخلي فبصورة سريعة أعطاكم إياها بس الحل أعطاكم إياها. شوف هنا عندنا if I have عندنا no عندنا would you have will end would you have will end. إذا شمعته ماضي تام هو مطينا صح فيه بالفرض ما مطيك هذا. هذا جاء سؤال منطق يا سؤال مهم جدا هذا التمرين زين. فايش راح تعرف انه من عرف النوع الثالث ود وهاف لين اذا يصير هاد نعم البعده ايضا منطق ود وهاف وبيبي ويا نوت ودنت هاف بيبي. تمام عندنا شو يصير هاد ليش يصير ليفت بس نال اف موجوده هاد نال موجوده مره تام ود وهاف وبيبي. شوفوا النوت زي ما لها علاقه بيها ودنت هاف ايتن. البعده فور تشوفون عندنا would you have baby الها شو يصير نزل هاد والها يصير هاد يصير هاد هاد. الخامسة شوفنا عندنا would you have تمام وبيبي عندنا سؤال فقدمنا الود تقدمت would بعدين صعدنا الفاعل والهاف وبيبي عندك كام شو يصير هاد كام لأن كام كام كام. نمبر 6 أيضا عندنا تشوفون أنا ايضا علي هذا ادم عند علي هاد نوت كم هذا كماضي تام ود وهاف بيبي. شوفوا ود وهاف بيبي ايضا كود قلنا استاذ لا تنسون ومايت ممكن. والاخيره سبعه عندنا ايضا هنا عندنا شوفوا هادين تولد ماضي تام ود وهاف
والبي شو يصير بين، تمام؟ فهذا بالنسبة لموضوع الثيرد كونديشنر، أيضا سؤال مهم تقريبا نفس يجيكم بكالوريا. أوكي، صفحة 63 سي، أيضا كوب دي سنتنس إن ذا ثيرد كونديشنر يوز أبروبريت فيرب إن ذا كوريكت فورم. إكزامبل، منطقة مثال، you would have met my aunt سليمة if you had come to our party. تمام، كنت ستلتقي بعم سليمة لو كنت قد أتيت إلى حفلتنا. فالمهم عندنا would you have baby، شو تجيب لي ماضي تام؟ أهم شيء تجيب لي ماضي تام had baby. أي جملة ببالك صحيحة، بس على شرط تجيب لي had baby. ثاني، I wouldn't have missed the plane if I hadn't got up so late. تمام، لما كنت أتغيب عن الطائرة لو لم أستيقظ متأخرا. عندنا شوفوا wouldn't have would have baby، جيب لي لازم had baby، تمام، حسب الجملة hadn't got. Number two، we wouldn't have come there if we had known about the snakes in the bushes. تمام، لن نخيم هناك لو علمنا حول الثعابين في الأدغال. نفس الحالة would have baby، جبنا هاد وبيبي بس، جملة تجيبها أنت كلها صحيحة، بس أهم شيء تجيب لي هاد وبيبي. 3، if we had looked at the map we wouldn't have got lost. يعني لو نظرنا على خريطة ما لا مضعنا، تمام. إذا أنا had looked would have baby، if I hadn't had شوفوا had you had إذا سلامنا would you have get lost. Number 5، you wouldn't have broken your ankle if you hadn't worn this ridiculous shoes. يعني شو معناته ما كنت تكسر حتى حلوك لو لم ترتدي تلك الحذاء السخيفة، تمام. إذا أيضا أدانا wouldn't you have broken had a baby. Number 6، if you had stayed in bed and rested you would have got better more quickly. أيضا في الحالة أدنا had a baby would you have a baby. Number 7، she wouldn't have got sunburned if she had worn a hat. لم يكن لديها حروق الشمس لو كانت ترتدي قبعة. Number 8، they would have won the match if their best player hadn't been sent off. كانوا سيفوزون بالمباراة لو لم يتم طرد أفضل لاعب لديهم. هذا كما يتعلق بهذا الموضوع، تمام؟ yes. صفحة 70 lesson 9، طبعا عندنا بعد ما في صحيح بس هو الموضوع يتعلق به، فضروري لكم حد عندك متكامل الموضوع. شو عندنا correct condition، هذا اعتبره وزاري، اعتبره هذا وزاري، الدنيا اكثر شيء وزارية جاية بين قوس يقول لك correct condition على ظني. فبس بصورة سريعة، number 1، what would you like to change if you bought change one things about your appearance. عندنا هنا عندنا if، تمام، قبل عندنا بس would، إذا شو ماضي بود كان صارت could. 2، if you go to bed now you could better in the morning. شوف عندنا probably هذا نفسه بالضبط امتحان وزارة، هذه النقطة 2 جاية. عندنا هنا if you go مضارع، إذا بس خلي لي will، شوف أقواس شيء ليها أقواس بس خلي لي will probably feel. 3، what would you buy first if you £1,000,000. أخذنا إذا حتى ما عرفنا كم إياها هذه، فعندنا أنا بس ود صارت فقط وان، إذن عندنا سكند، تمام، ماضي بود. 4، what would we have done if our car شوفه in the desert بالصحراء إذا عطلت سيارة. فجينا هنا أنا ود وهاف وبيبي، هنا عندنا سؤال فقدمنا، تمام، الفاعل ود وهاف وبيبي، فشا أسألك ماضي تام هاد عندك شنو هاد بعدين بيبي هاد broken down. 5، I will not help شريفة with her mouth if she doesn't lend me her camera. شوفوا عندنا will أول أو will not، فعندنا شنو ما مضارع بسيط will، فالنوت شو صير doesn't، ليش مو don't؟ لأن عندنا شيء تأخذ doesn't lend. وأيضا number 6، if you found بعدين هنا a snake in your bed what would you do؟ ما تفعل سوى تعمل أدنى أيضا ود، فيحصلنا أدنى بالماضي، مفهوم هذا أيضا هذا كل شيء مهم هذا السؤال، رجاء انتبهوا عليه. أيضا عندنا موضوع بصفحة 82 unit 4 lesson 4، تمام، يتعلق هذا الموضوع أيضا correct conditional معناته
تمام؟ بصورة سريعة. If I you I would apply for the course this week. عندنا طالما عندنا هنا would، إذا شو يصير عندنا؟ ماضي would، إذا بيصير where. 2 هنا عندنا شوفوا bring بالمضارع البسيط جبنا I will help وتكمل باقي. 3 هنا عندنا شوفوا هنا عندنا أيضا what would you do if you woke up؟ ماضي عندنا would بماضي وfound أيضا. ونمبر 4 علي would be really happy if he could أيضا عندنا هنا would بماضي. ونمبر 5 which course will منى apply عندنا أيضا تشوفون هنا بعد الاف عندنا pass she passes تمام ماضي مضارع بسيط إذا نجيب will. والأخير أيضا عندنا سؤال نقدم will will your brother get yes annoyed if he doesn't win at chess فترة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع رجاء تبعي. صفحة 27 يونت 3 لسن 2 طبعا هذا عندنا محادثة هنا بها كلمات مهمة احتمال يكون فراغات في الامتحان الوزاري إذا عندنا meaning مهم رجاء انتبع لي هذا. If you come round tomorrow I will help you. إذا جئت غدا فسوف أساعدك. Ramiz is having an interview with a careers advisor. Ask will complete the conversation with the correct words from the box. رامز لديه إجراء مقابلة مع مستشار وظائف في المدرسة. كير ما تقلنا عليه مسلك معيشي أو مهنة. Conserving المحافظة وحفظ environment البيئة involved يتضمن الطلب. Qualification مؤهلات سانس علوم ونيفرستي الجامعة. Advisor what would you like to do when you finish studying؟ ماذا تريد أن تفعل عندما تنتهي من الدراسة؟ رامز I am not sure yet but I am very interested in ecology and the environment. لست متأكدا بعد لكنني مهتم جدا بعلم البيئة والبيئة. If you are good at science and geography there are lots of jobs to school to choose from. إذا كنت جيدا في علوم وجغرافيا فهناك كثير من الوظائف اختيار من بينها. رامز I love them both they are my favorite subjects. أحبهما كليهما هم موضوعي المفضل. Well, how about career in water technology that's really important in this country? حسنا ماذا عن العمل في مجال تكنولوجيا المياه؟ هذا مهم حقا في هذا البلد. What exactly does water technology involve? ما الذي تتضمن أو تتطلبه تقنية المياه بالضبط؟ If you work in water technology, you look for ways of conserving water and purifying it. إذا كنت عمل في مجال تكنولوجيا المياه، فإنك تبحث عن طرق للمحافظة على المياه وتنقيتها. رامز Yes, I would like to work in the water industry. Water conservation and purification are really important in this country. What kind of qualifications do I need? نعم، أرغب في العمل في صناعة المياه، الحفاظ على المياه وتنقيتها مهما حتى في هذا البلد. ما نوع المؤهلات التي أحتاجها؟ Advisor, first of all, you need to get a degree. You could choose from environmental science, geology or even engineering. اولا وقبل كل شيء تحتاج الحصول على شهاده يمكنك الاختيار من بين العلوم البيئيه الجيولوجيه او حتى الهندسه. رامز which university offers those courses؟ اي جامعه تقدم هذه الدورات؟ Advisor I have to check. If you come back next week I will have the answer. علي أن أتأكد إذا عدت الأسبوع المقبل فسأحصل على جواب. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. قلنا أهم شيء عندنا الكلمات في الفراغ المناسب ممكن يجيكم سؤال من ضمن ذني الأسئلة أي كلمة من ذني الكلمات ممكن يخليكها بفراغ مناسب على هذا درجتين أيضا. طبعا هنا عندنا zero and first conditioner أخذنا بشكل كامل متكامل بعد ما يحتاج نغركم إياه. صفحة 28 كتاب الطالب الأول عندنا If you could choose any job وتكمل باقي عندنا هنا second conditional قلنا ماضي و would
What's Maryam going to study? ماذا ستدرس مريم؟ What career would she prefer to have? ما المهنة التي تفضل أن تعمل؟ كافي وعدنا مريم. If you could have any career in the world, what would you choose? إذا كان بإمكانك الحصول على أي مهنة في العالم، فماذا تختارين؟ I would like to be a pilot. أود أن أكون طيار. Do you think that dream is ever going to come true? هل تعتقد أن هذا الحلم سوف يتحقق؟ No, I don't. It has just a dream. My parents wouldn't approve of it. They want me to train as a doctor. لا، ليس هذا مجرد حلم. لم يوافق والدي على ذلك. يريدون مني أن أتدرب كطبيب. What if you refused? ماذا لو تم رفضك؟ Are you joking? They had be really upset if I refused. هل تمزحين؟ لقد كانوا مستائين حقا إذا رفضت. كافي. But it's your dream. لكنه حلمك. مريم. I know, but I could never be a successful pilot. Anyway. أعلم ولكن لن أكون ناجح أبدا على أي حال. كافي. What do you mean? ماذا تقصدين بذلك؟ If I was a pilot, nobody would fly with me. إذا كنت طيارا فلن يطير معي أحدا. Why not? لما لا؟ Because I am a bit scared of highest. لأني خائف قليلا من الأعلى. If I were you, I'd train as a doctor and have flying lessons in my free time. لو كنت مكانك سوف أتدرب كطبيب وسأخذ دروس طيران في وقت فراغي. What free time? Medical students don't have any free time. ما وقت الفراغ؟ طلاب الطب ليس لديهم أي وقت فراغ. فأيضا هذا الموضوع أدنى بكلمات مهمة ممكن تجيكم كخيارات في الامتحان المجاري. سكت كونديشنال احنا أخذناه وفتمنا عليه فما داعي أقرأ بعد. تمام؟ أدنى قلنا الماضي و الود. صفحة 31. If I had been fitter. لو كنت أكثر لياقة. طبعا هذا أيضا درس مجرد أنه طلع صفي هذا إن شاء الله صفي تشوفوا هذا أنا حكم إياه. هذا واحد يحب يقرأ. وهنا عندنا أيضا الثيرد كونديشن اللي أخذنا قلنا ماضي تام وود وهاف وبيبي. شوفوا طلعت الأعزاء. بالنسبة للشرح مال 3 نشوف جمل شرطية كونديشنال سنتنسز أربعة عندنا زيرو والفيرست والسكند والثيرد. هاي زيرو اشرح لكم اياها كامل تشوفون. بعدها عندنا فيرست هذا الفيرست تمام. بعدها عندنا هذا السكند بتنسوا قلنا وود وكود ومايت استخدم. وهذا الثيرد ايضا وود وكود ومايت وشود مي ايضا ممكن. اللي بعدها ايضا هذا التمارين تمارين مهمة. هاي التمارين رجعت نشوفها صفحة 51 54 62 70 82 هاي بليون 6 طبعا هذا زي كل هذه المهمات هي خاصه بهذا الموضوع. وهاي انثروزاري اخرى شوفوا هاي زيرو والفيرست كلها والسكند والثيرد هاي كل ما متعلق بالموضوع اشكون زين. فكل ما هنالك اخذنا الدرس هذا كامل ان شاء الله ما طولت وياكم وان شاء الله تكونوا فهمتوا ووصلنا الفكره لكم ان شاء الله. واي سؤال احنا حاضرين. شكرا جزيلا.